واحد من اخطر واهم اللاعبين في صفوف المنتخب التونسي دائما وابدا هو المهاجم يوسف المساكني. يوسف حاليا بيلعب في صفوف نادي الاخوية القطري وهو مهاجم عمره 26 سنة. في رصيده الدولي 44 لقاء سجل خلالها 6 اهداف وصنع 10 ولا غنى عنه في صفوف المنتخب التونسي. مهاجم بيتعب اي دفاع وبيجيد اللعب في اكتر من مركز، ممكن يلعب كوينج ليفت او كسكند سترايكر او حتى صانع العاب. لاعب مهاري جدا في المراوغة ونقدر نقول انه اخطر لاعب في المنتخب التونسي، يقدر يتجاوز واحد واثنين ويسجل او يصنع. لازم اذا لاعب المساكني في مركز الوينج ليفت يراقبه احمد فتحي مان تو مان، اما اذا لاعب في العمق فلازم اقرب لاعب ليه هو اللي يراقبه، ولازم دايما طول الوقت يكون في تضييق للمساحات عليه من خلال لاعبين اتنين مش لاعب واحد بس. في الموسم الحالي المساكني لعب 17 مباراة سجل فيها 9 اهداف وصنع 8، وده معدل ممتاز بيأكد انه فورمة عالية جداً.